مشاهدينا اهلا بكم من جديد. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الارصاد الجوية غدا ان يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. والفرصة مهيئة لسقوط الامطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ورياح معتدلة والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما عن سيناء فالطقس مائل للحرارة شمالا، شديد الحرارة، حار جنوبا نهارا، معتدل الحرارة في الليل، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على مناطق من شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، ورياح معتدلة والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. أما عن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة فتشير إلى عدم وجود أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس. ونتعرف الآن على درجات الحرارة ونبدأها من مدينة القاهرة. في القاهرة غدا الخميس 21-32، الجمعة 21-34، وكذلك في يوم السبت 21-34. وفي مدينة شرم الشيخ غدا الخميس 26-34، يوم الجمعة 26-35، وفي يوم السبت 25-37. وفي مدينة الأقصر غدا الخميس 24-40، وفي يوم الجمعة 24-41، وكذلك في يوم السبت 24 والعظمى 41. أما عن درجات الحرارة في بقية مدن ومحافظات مصر فنبدأها من مدينة القاهرة مرة أخرى. في القاهرة 21-32، الإسكندرية 20-30، دمياط 23-28، وفي بورسعيد 23-29. في العريش 22-28، وكذلك في رفح 22-28، في الإسماعيلية 21-32، وكذلك في السويس 21-32. في مطروح 18-28، وادي النطرون 20-31، المنصورة 20-32، وفي طنطا 21-31. في دمنهور 20-31، سانت كاترين 17-29، الغردقة 25-35، وفي شرم الشيخ 26-34.